هل استقر رأيك على قائمة الغداء؟ طبعاً، لقد حضرت كل شيء، ولكن لا تنسى السمك والسلطة أيضاً. السلطة وخضار مسلوقة وبطاطا مقلية. لا، مسلوقة، طلبت حصة مني ذلك لأن زوجها كما تعلم يعاني من الوزن الزائد. فهمت. ومعكرونة باللحم المفروم. المعكرونة فيها سعرات حرارية كثيرة. صحيح، ولكنني لا أستطيع أن أقدم وجبة غداء للجميع كالتي تقدم في المستشفى. على فؤاد أن تكون له إرادة. ما ذنب الجميع؟ أنا شخصياً أحب المعكرونة، فأنا أمارس الرياضة بما فيه الكفاية ولا أخاف من زيادة الوزن. على فؤاد أن يقتدي بك، شجع. حسناً. ها يا راشد، هل اصطدت شيئاً؟ بالتأكيد يا عمي، ولكنني بانتظار ما تصطاده أنت لنعرف من اصطاد أكثر. أنت لا تزال جديداً على الصيد، وسنرى في النهاية من سيصطاد أكثر. تذكرني بابن أختي سلمان. تعجبني ثقتك بنفسك يا راشد. ستفرح خالتي سعاد عندما ترى الصيد الوفير، وسيسعد الضيوف أيضاً بالسمك الطازج الشهي. هذا صحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هذه الرائحة الزكية؟ هذا هو الطبخ وإلا فلا. كل هذا من صيدكما؟ بالطبع. تصوري، راشد الذي تعلم الصيد منذ فترة وجيزة أصبح ينافسني في هذه الهواية. ولكنني اشتريت سمكا طازجا من السوق. ألم أقل لك إننا سنذهب للصيد؟ ومن كان يضمن لي أنك ستعود بسمك؟ وقد وعدنا ضيوفنا بأكلة سمك. حسنا، ضعيه في الثلاجة ليوم غد. ضعها أنت لو تكرمت. ما هذا يا سعاد؟ لم يبقى أي مكان في الثلاجة. ما كل هذا التكديس؟ إنه للأيام القادمة. نسيت، هناك فترة يمنعون فيها صيد الروبيان. نسيت. خيرا فعلت. مستودعات التخزين الكبيرة عبارة عن ثلاجة منزلية ضخمة للغاية، وتعمل بالمبدأ نفسه بقصد حفظ الأطعمة لفترة زمنية طويلة. هنا يمكن حفظ المواد الغذائية لفترة طويلة تمتد إلى شهور كثيرة، وتسعى الدول لتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية بقصد أو تحسباً لحالات الطوارئ. إنها ركيزة هامة من ركائز الأمن الغذائي، وهنا في دولة الإمارات يتم تخزين مواد الغذائية بكمية وفيرة جداً، وكذلك في دول مجلس التعاون. في سبيل توفير اللحوم للاحتياجات المختلفة، أنشأت دول مجلس التعاون الخليجي مصانع تجهيز اللحوم وإعدادها. وتشمل هذه الصناعة مجالات عدة، من أهمها توفير اللحوم المناسبة حسب مواصفات الأطباق المحلية، إمداد المطاعم والفنادق والمستشفيات باحتياجها من أنواع اللحوم المختلفة، إعداد الوجبات شبه المطبوخة لتلبية احتياجات المستهلكين، تجميد اللحوم لحفظها مدداً طويلة. وتتم جميع عمليات تقطيع اللحوم وإعدادها في مصانع حديثة مجهزة بأحدث الوسائل العصرية وحسب المواصفات القياسية العالمية والمحلية، كما أن مراحل إنتاج اللحوم بمختلف أنواعها تعتمد على الميكنة، وتراعى فيها الجوانب الصحية حسب أنظمة وقوانين وزارات الصحة العامة. شراء الجزر والنازلات؟ طبعا، موجود منها هناك. عارف. ألا تريدين شراء معلبات الطازجة؟ أفضل. هل سمعت؟ ما
بدأت أستطيع أن أشتري الجزر والبازلاء طازجا أو مثلجا، فلماذا أشتريه معلبا؟ وما الفائدة من حفظ الأطعمة في المعلبات؟ يستهدف التعليب حفظ الأطعمة من التلف آمادا طويلة، وتستند صناعة تعليب المواد الغذائية على حفظها في أوعية مفرغة من الهواء وبإضافة مواد حافظة لها. ونظراً لعدم تعرض هذه الأغذية للهواء الجوي، يتوقف نمو البكتيريا والعفن والأنزيمات المسببة لتلف الأطعمة. وتختار حاويات حفظ الأطعمة من معادن لا تتفاعل مع محتوياتها، ومن أهم هذه المعادن الألمنيوم. وبذلك تبقى الأطعمة لفترات طويلة محتفظة بقيمتها الغذائية وبطعمها الأساسي. لكن رغم كل الاحتياطات المتخذة لحفظ الأغذية وصيانتها، فإن العوامل الجوية قد تؤثر على الحاويات من الخارج، كما أن المواد الحافظة قد تفقد مفعولها بعد فترة محددة. ولذلك تراعي الأنظمة الصحية كتابة تاريخ إنتاج وتاريخ انتهاء صلاحية هذه الأغذية للاستهلاك الآدمي على حاويات الأغذية المعلبة. وتمنع القوانين المعمول بها من بيع وتداول هذه الأطعمة بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها. إن صناعات تعليب الغذاء ركيزة أساسية من ركائز الأمن الغذائي، ذلك أن الخضر والفواكه وغيرهما من الأطعمة المنتجة محلياً أو المستوردة يمكن حفظها بهذه الوسيلة فترات طويلة. تفضلوا إلى الأمن الغذائي. الأمن الغذائي ها؟ زين زين. لا تعترضي، الجماعة تعبوا وطبخوا لنا هذا الأكل الشهي، فلا يجوز أن نتجاهله ولا نأكل منه. قصده شريف من باب الذوق، لا يريد أن يغضب أصحاب هذا البيت. لا تظنوا أنه ذواقة النهر؟ لماذا يدلو كل منكم بدلوه في هذا الموضوع؟ اسألوا الكشاف وسعاد. بدر، ما رأيك؟ أتذوق المعكرونة أم أتجاهلها؟ أنت ضيفنا والبيت بيتك. هذا الكلام؟ ولما هذا الإحراج يا فؤاد؟ ماذا تنتظر أن يقول لك بدر؟ لا تأكل؟ المفروض أن تكون أنت منتبها لصحتك. والله ليس في الموضوع إحراج، كنا نتكلم عن موضوع الأمن الغذائي، وبدر قال إن التخزين أمر مهم. هذا صحيح، وأنا سأقوم بتخزين الأكل في معدتي. تفضل تفضل. المعكرونة أمن غذائي؟ نعم، بدر تكلم عن هذا الموضوع من الناحية العلمية. اسمحوا لي أن أتكلم في الاقتصاد. لا تنظروا إلي هكذا، هذا تخصصي. نعم، المعكرونة مصنوعة من القمح، والقمح يزرع في بلادنا وتصنع منه المعكرونة في بلادنا أيضا، وهذا الغذاء يمكن أن يخزن ويحتفظ به لمدة طويلة، مع الانتباه لتاريخ انتهاء الصلاحية. هذا صحيح يا إبراهيم. والمخلل أيضا أمن غذائي. هذا صحيح. الخيار يزرع في بلادنا نعم ويخلل، ومن ثم يوضع في زجاجات ويمكن تخزينه لمدة طويلة أيضا. هذا صحيح. والحليب أيضا؟ لا، هذا لا يصلح. حليب البودرة نعم يمكن الاحتفاظ به لفترة طويلة. في الأسواق المركزية حليب صالح للاستعمال لفترة طويلة. محددة ومحدودة. الحليب المبستر؟ لا، الحليب المبستر هو الذي نشربه طازجاً. والحليب الصالح للاستعمال لفترة طويلة يخضع لعملية لا أدري ما هي. تفضل تفضل. Thank you.
شاهين. ما رأيكم بأمننا الغذائي الخاص بنا؟ أنا شخصيا لم أشعر بالأمن الغذائي في حياتي مثل هذا اليوم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.